تجنن بدك تشتري اشتري شعر برايكو ترى برايكو ترى برايكو ترى برايكو عرايس شقق فرايس جمال محمد ستر وهربان نبيها كل النباهة سكر نبات يا حلقات مرحبا، تقدر تقولوا الليلة عادية مثل أي ليلة، والدليل لارا صارت مدمرة أسطول بحري وخمس طيارات ومحرر نص الكرة الأرضية زي كل ليلة. يا خسارة، جيم أوفر، زهق الطخ. وين البنات؟ بنات شو رأيكم بما انه خلصنا مواضيع الموضة هاي السنة، شو رأيكم نحكي عن فارس احلام كل واحدة فينا؟ مين فارس؟ هلا انا بصراحة ما بحب احكي عن حالي كتير، ويا الله شو بكره اللي بتضل تحكي. انا هلا انا كتير بعتبر حالي انسانة طيبة وحنونة، وبعتبر كمان انه انا الله معطيني نعمة الجمال. هلأ بالنسبة لفارس أحلامي بحب يكون غير إنه غني وذكي وحلو وحنون، بحب يحبني أنا وبس. يا أختي أنا عارفين أنا مين وبنت مين، مش فارقة جعفر عبد الله فارس، المهم يجي. حسب نظرية التواصل والفواصل أنا بدي واحد يفهم في الغدد عشان بكرة امتحاني فيهم، وبدي إياه يسمع لي إياهم. في أحلى من إنه نكون بنات، وحتى في الجامعة عنا البنات أكتر من الشباب، يعني هم عباقرة أكتر. حلو إنك تكوني بنت. ويا بنات يا بنات يا بنات اللي ما خلفش بنات مش بعش من الحنية ولا دقش الحلويات. صباح النور، شكلك مريضة. لا ليش؟ لأنك نص نايمة. امبارح ضليتني سهرانة على الامتحان بس اكتشفت اكتشاف. وشو اكتشفتي بالله؟ إن الغدد اللي في جسمنا كتيرة. يا بنات وين لارا؟ معقول ما صحيت؟ تركني وراح. خف علينا يا حلو، مش ناقصني يصير معي سكري وأنا بس شبابي. ممكن تسكر باب الفتحة في ثمك هاد؟ قم من وجهي أشوف. شو مالك يا زلمة؟ يا زلمة عكست لك وحدة شكيرة ملنا، بس فعلها فعل جون سينا. انسى ولي يا زلمة. طب قوم 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 حبيبي قوم، شكلها الشمس مأثرة عليك. قوم قوم خلي حق المحاضرة. قوم آخ يا رجلي، في حد بمشي على مسمار؟ اف ودار يا رجل. خليه على الله يا زلمة. اسكت اسكت، هسا الموضوع اللي بيخول المخ وبخفف العقل بنات الأيام يا زلمة، كلهم بيشبهن بعض والله العظيم. انت جاي تقول لي انا مبرهيات بقيت طالع مع خولة على اساس انها خضرة، واخر اشي طلعت حلا. ولي يا زلمة، طب تعرف انه البنات كلن هسا كوبي بيست؟ يعني هذيك المرة حكيت مع بنت يومين طلعت بنت عمها، بتعرف والله العظيم. والله كل كلامك ذهب بذهب، دخل على المخ وتأرشف تأرشف. والله عراس الشباب كزرة. تشاو. هلا ورور، شو البجة حاك؟ بس تعرف البنت انسى سو نايس، يعني شغل ليش رحل. هسا هات السيجارة حنشوف شو الوضع. ليش دام السيجارة؟ بدي اطلع هسا القام بنات هسا اللي سجلتن. اعطينا مغام رقم مغام. لا
كلارا انتي هون؟ لعد وين بدي اكون؟ صاير معك اشي؟ وجهي فيه اشي؟ شعري مو مرتب؟ النظارة مو علي واو؟ هلا اهدي، ايش صاير معك؟ ولا اشي، بدي اصير بنت. وليه انتي مش بنت؟ هيك حسيت حالي مبارح لما كنتوا تحكوا. مبارح؟ مبارح كنا نحكي عن الغدد. قبل الغدد لما كنتوا تحكوا عن حالكم وعن فارس احلامكم. ولا فهمت اشي، ما علينا. ليه حبيت تغيري في حالك؟ عشان احس اني انا بنت. ونجحتي؟ زبطت معك؟ لا، لانه من وقت ما طردني الدكتور صرت ضاربة 4 شباب وواحد سكرت عليه باب الحمام. لارا حبيبتي، تعودي انك دائما تكوني انتي على طبيعتك عادية، او انك تلاقي البنات اللي زيك هيك بتحسي حالك زي الباقي. وين بلاقي مثلي؟ بالمغافر، بالشوارع، بالطوشات. بمزح معك، البنت الحقيقية بتكون حقيقية بطبيعتها، وهذا اللي بيخلق التميز. تكون طبيعية ويميزها. ناقصني أشغل مخي أنا، يفكي عني، هي إيدي مكفيتني. يلا بالسلام. وين الشباب؟ قصد الصبايا. لارا تعلمت إنه التميز في الشخص يكون على طبيعته، حتى وإن جزر على راس هذا وهذا. وبنظري بتظل لارا أحلى البنات. يا بنات وين رحتوا؟ يا ستات والله بمزح، أنا بمزح عن جد بمزح، خلاص ارجعوا.